السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا روبورتاج صغير مع بورحلي وائل، وبورحلي وائل الناس اللي ما يعرفوش ولد راس الواد، ستان سبورتيف لاتليتيزم المنقول هنا لاتليتيزم في هنا في راس الواد، إلا في سي ديبي هنا في راس الواد وكملهم في الامريكان في ليزيتازوني اكزاكتومون وين؟ في تينيسي دوكا تينيسي بون راه في تينيسي دوك نعطي لابارول كيفاه يعني جاك ليدي باش تروح الامريكان ولا اسكو سي اوكازيون جو با اعطينا ترى احنا بدينا عندنا ليفون دوكا بدينا مع الشيخ عبد الله بدينا كنا ديزاتليت نورمال ماشي ديزاتليت اون نيفو ولا ديزاتليت يعني قراب النيفو الحمد لله بعد ربع سنين تأهلت البطولة العالمية في فرنسا خلصت مرتبة 23 العام اللي بعده 2019 اللي بديت مع المدرب عبد الله دوغمان اللي نشكره من هذا المنبر بدينا نتدرب الحمد لله اللي تجوزنا تقريبا من شهر 9 اشهر وحدنا تدريبات مستمرة خلصت وصيف بطل الجزائر العام 2019 في نفس العام خلصت وصيف بطل الجزائر 800 متر عاودت وليت في عام كونفيد 2020 اللي بديت نتطور فيه وبديت طالب من عند الاتحادية العالمية في أمريكا اللي عيطوا لي فيها باش نجي سكولارشيب سان فرونسو بديت المشوار تاعي في أمريكا عامي الأول ما خلصت وصيف بطل أمريكا مرة عامي الثاني اللي راح فيه كانساس سيتي خلصت فيه المرتبة الثانية سبع خطرات وصيف بطل أمريكا والمرة الثالثة هذه في العام الأخر السمانة اللي فاتت راني أسرع أداء في أمريكا بدقيقة 16 في 600 متر هذه هي يعني قصة كيف بدات كيف خلصت الحمد لله رانا في أمريكا ونوجه الشكر للمدرب عبد الله دغمان ونوجه الشكر للمدربين تاعي باللغة الإنجليزية ثاني I would love to thank Coach Emerson, Coach Greg, as I start seeing myself as an athlete and I start like receiving my speed and I start like having the confidence to do what I did, then I love to thank Coach Faith Roman, which is my current coach, which he gave me a lot of confidence and he put me on the spot as the best athlete in the United States right now. And we have a lot of goals and a lot of things that we are working on to achieve them. I would love to thank my teammates as well, Achawe and Eric and Ben, Juan, Carmelo. I would love to thank all of them in the public sector. وقيلا أنا ما فهمتش مليح بالإنجليزية بس ما سميت لي وقيلا سميت العائلة يعني العائلة كاملة سؤال أخر كجيت عندك اليوم تقريبا سبع أيام ولا ثمان أيام عندنا خمس أيام خمس أيام اللي جيت أنا في تراب الوطن كما نقولوا في بلادك وفي أهل أهلك واش حسيت يعني هذاك هاكي لحقت المطار هو ريبو مدينة وشفت العائلة نتاع الجزائر طالعة واش حسيت؟ يعني الرجوع للوطن ساعة واجهنا صعب نقولكش ما واجهنا صعب الكعبات تاعي ما لحقوش طلعوهم لي لحقنا مشاكل مع الوراثي مشاكل مع الجمارك باش دخلنا الحمد لله انا هنا وانا ناطرين مع المدرب عبد الله دغمان والحمد لله وكيف لقيت اهلك كيما نقولوا هنا بوك ومخ وخوتك وخوتك كانوا متشوقين باش يشوفونا عندنا ثلاث سنين في الغربه والحمد لله جاو شافونا فرحوا بينا يعني مع الاخ تاعي دوكا بطل مستقبلي ان شاء الله وانا ندربو فيه ونخليو مع المدرب عبد الله دغمان قبل ما ندربو احنا وانت واش تقول كي شفت خوك يعني غربته في ثلاث سنين واش تحس واش حسيت؟ احساس مليح توحشتو بزاف ولا شويه؟ بزاف وخوك كبير هو الكبير في الدار يعني كان يحميكم كي تشوفوا خوك دخل الدار تسمى عندكم شغل كان حاجه في الدار ناقصه ها كاد هنا بس كي راه كان حاجه ناقصه حتى كي في الدار ولا برا ولا تتوشوا مع الدراري ولا ما تلقاش مع المام ولا تلقاش كاين الحامي هذيك اكزاكت ولا واش تتمنى لخوك؟ واش تتمنى؟ نجاح بطل العالم ان شاء الله. افضل اداء في العالم وينجح في البطوله العالميه ويتوفق في التكنيك. يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا بني. بون زيد نقول لك انا كيسيون الاخر هذه كيسيون هذه تاع ماشي عندي حاجه تاع سبور تاع هذه
عايشة تاعك في أمريكا في ليبيا، واش كانت سهلة ولا واعرة؟ واش مش عارفة تدير الميغراسيون؟ مش سهلة، مش سهلة باش تروح. دوكا العام الأول ماشي راح يجي ساهل، راح يجي فيه صعوبة بزاف، راح تحكم ريسبونسابيليتي بزاف كيما نقول لك مسؤوليات كبار. راح تكون تالي طيب روحك، تالي تغسل روحك، تالي دير روحك كل شيء، تالي راح تحكم على روحك. ونظن ما كنتش موالف في الحوايج. ما توالفش، ما تقدرش توالف، بصح بعد العام الأول، العام الثاني، العام الثالث، الحمد لله. يعني راح توالف شوية بشوية، مي راح تكون صعيبة، راح تبقى صعيبة. كما تعرف بصح كي تبروغريسي وتبرد في روحك، راح تعيش فيها صعيبة بزاف. ماشي نحب الحاجة سهلة. ويعطيك الصحة وائل، يعطيك الصحة بزاف، وما ننسوش بلي هذا هو الجاري. جاري وحبيب ابني، يعني راهم كي كثير خاوه، يعني خاوه ديريكت. ما واش نقول احنا، واش نقول احنا، نتمنى له تعالى النجاح، وان شاء الله نلقاك في بطل العالم ونكون احسن ترينور هنا في الجزائر. دوك ما نقولكش واش من الولايه، ما نقولكش واش من الولايه تاع الاحياء، بس ان شاء الله تكون احسن من ان شاء الله. كلمه اخيره لا جينيس تاع التدريب. نقول لهم يعني يتابعوا التدريبات تاعهم ويحبسوا كيما نقول لك تحبس. حمسوا جي هادي اونترينيو يونترينيو سيريو كيما قرايتهم وحبسوا تتبع كيما يعني بالدارجة ديريكت ويتبعوا الطريق تاعهم والقراية سيرتو القراية بلا القراية القراية ما كنحتاجها في حتى بلاصة الحمد لله راهي لي ساسكو هادي هي يعني لازم يتابعوا المسار الدراسي والرياضي مع بعض ماشي الحاجة الصعبة راح يقول لك عندي باك ما نقدرش ندير سبور عندي سبور ما نقدرش ندير باك باش نديرهم في زوج الحمد لله راني نزلت نديرهم في زوج شهر في كل شيء الحمد لله يعني كمثال مثال يعطيك صحة وائل خليك تونتريني خليك تونتريني دوك بعدو كملوا معنا في الفيديو هذا وشوفوا تونتريني.